صباح الخير جايز. هذا الطوق و المدرسة. طيب ادرى شو التسليح اللي بدك اياها؟ بدي اسوي انا قلتلهم قوليهم مرة ثانية عشان انا سبيت انا بدي اسوي ربطة حصان واحط هاي اخر اشي. رح احط شوية ليف ان بس على البيبي هير، رح نشطهم هيك لورا واربط بعدين ربطة عادية، ربطة حصان. ممتاز. السول السول نصور فيديو اثنين اوكي بنفس الوقت. لا ليش؟ واحد لليوتيوب، لازم نصور يوتيوب. هاي يوتيوب. اوكي السول ايش بدك اعمل لك تسريحه؟ هدولا. اوكي انا بدي على هدولا شكل حلوه. نظبط الخصلة هاي يو نو ايش صار ما اللي بس عاملي هيك زي بس هيك. اوكي رح اعمل هيك. اوكي نعم نزل كمان خصلة ولو تكفي وحدة عشور طلع علي. خلينا نزل وحدة هيك من تحت. انا سمعت سامع الصوت. باي. فكي اعملك تنتين تويست وربطه. اوكي نقسم الشعر هيك هون، نحط شوية مي بتعملي لي كاكي ماما عادي بدون أي شي. والله خلصتي تحبي الكاكي؟ بحب كلهم حتى الكعك. بكرة بعمل لك هيك تنتين كاكي. مش قصدك تنتين، قصدك كلهم هيك وهيك. من ثلاثة؟ لا بس هيك. بس واحدة اوكي. حطوا راجع. لا ما رح نطول، هاي تسريع سريع. بعدين نعمل تويست. كيف 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 ناتين. شعرك حلو اليوم على فكرة من ورا. عادي انك لو تخليه مفرود؟ ايوه بس ما اتوقع انه المدرسة راح انه رايح تتوافق. نجرب اليوم شعرك قصير يمكن ما يحكوا اشي. اوكي خليه مفرود اليوم. تجيبي لي بكرة احتياط. راح امشط شعرها بالمشطر عريض. مشيت بس الأطراف علشان الأطراف بس اللي فيه غلط. ألبستي هاي كمان. شوفوا هاي لازم نحطها، إذا ما حطيناها ما بيخلون أدخل جوا المدرسة، بخلوني برا. بس أنا هلا أجيبها. ترى أنا هديك المرة نسيت أجيبها بس دخلوني جوا المدرسة برضو. كل مدرسة مختلفة. يلا نمسك بس الدور. ألو والله صدق أي عن إيش يعني صدق يعني والله تمام. عادي كل مدرسة مختلفة. نعم هاي
straight leave in. كل مكان ما اتوقع انه راح يعجبهم كثير. بس ما اتوقع انه ماي بتقول انفكي ما بصير هيك مودات وهيك. لا ما كثير حلو. بس ماما بدي انا كمان تتلونها بالبيت، تعرفي ليه؟ ليه؟ تحطهم هو قدام التست. طيب قدام ورتتين. أول رياضة أنا كم؟ لما أعرف متى بتاخد رياضة أصلا ما أعطوكم الجدول. وين الفرشاية السوداء؟ متأخر هيك. وليتها لا جميلة. الملكة مو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. باي. أنا افتكرت إيش بدي أنا مرة أنت ربط هيك حطيتي هنا هذا هيك. تويست. تويست. بتعملي لي إياه وتخلي هذا مفروض. هاي ايش هيك اعمل لك اياها بكره؟ ليش؟ لان هلا شعرك شوي منفوش فبدنا نضبه اليوم. اليوم بحممك اليوم والما والما كمان بحممك اليوم، بكره بعمل لك تويست والباقي بخليه مفروض يكون مرتب. اوكي اتفقنا. ايش بتصيري اليوم؟ اخذ الكتب. طيب وشو رايك في اول ابتدائي لهلا؟ حلوه شوطة؟ ما شغلت. مزبوط. بابا شغل ليل أبد. بس عندكم. بس عندك تشغبي؟ الزبل أصلا. ليه؟ هذا البنت هاي أجت هيكا وشدت شرق وراحت هيكا. أنا قلت لها كيف هي بعيدة. هي قالت لي اجت سريع هيك وشتت شاور اثنين راحت سريع. احكي لهم ليه حسيتي تحبي الكركي؟ ايش السبب؟ السبب هو ما بعرف ليش فجأة صرت احبه. كثير حلوة عليك الكركات. ربطتين حصان. ما بدي احط هاي، بدي احط هاي. لا ما في يزبط الواحد يفرق شعره بالنص ويحطه. ما بدي من هدول. ياك هدول ممكن تشتاد. حطيت لي بين انه استاذ ليش انت ما حطيتيش؟ لا مين فتح لي اياه؟ فتح خلص هو لحال. شيل هيك بده يصير ظل يصير. وكم بكره تحتاجي؟ اعمليهم طابور. طابور؟
أي بادي ضاع. 2 3 4. بسألك الوداتة نسجي ولا أبيض؟ المرة بلبل. 8 بلبل. 8 بلبل. نعيش 8. كم؟ 4 بس. تعرف مين أكتر واحد بأخرنا لما نروح بالمدرسة؟ بابا. بابا. بابا كسر. 9 9 9 9 9. فأنا أنا أقول لي كسران بس حب أقول مين كسران. رح أنزل فيديو على اليوتيوب ممكن اليوم بالليل أو بكرة، رح يكون عن تسريحات الأسبوع هاد. يبعتوا لكل الأمهات اللي بتعرفوهم اللي عندهم أطفال شعرهم كيرلي أو في المدرسة أو حتى، فأنشر الفيديو على اليوتيوب وبعتوا لأصحابكم ودعمونا عليه. بس الجهة هاي رجعنا عملنا لها ستايلينج، هاي الجهة بدنا نعمل لها تويست. صح هيك بدك اياها. احط لك وردات بيضة بدك؟ لا بس جد الوحدة. لا ترك ابيض بنفسجي ابيض كان شكله بدت. اوكي توصل مكان ماما. عمرك 18 صح؟ عمرك 18؟ لا حبيبتي 28. بس 22؟ لا 28. 2 3 4 5 6 7